عمره يبدأ من فترة الانتداب الفرنسي على سوريا. إنه سوق الجيمر والعسل الذي يعتبر من أقدم الأسواق وأهمها لأهالي الشمال. الجيمر والعسل من الوجبات الأساسية وتعتبر من أركان ثقافة القامشلي، فهي وجبة الأفطار المفضلة لديهم. الجيمر احنا بالعادة كل ما ننزل على القامشلي بدنا نفطر جيمر. ليش؟ لأنه الجيمر أولا دسم وبفائدة للجسم، جسم الإنسان مادة دسمة. بعدين بالنسبة للمحل هذا قديما منا صغار أبهاتنا كانوا يجيبون على هالمطاعم، والسوق هذا قديم مو جديد، قديم من دور الفرنسيين، وعلى طول أي واحد ينزل على القامشلي اللي يمر على هالسوق يفطر الصبح. السوق من أيام الفرنسيين، الهيكل الخارجي لسه من أيام الفرنسيين فيها، هي من معالم القامشلي. ينزل محل مطاعم شعبية ينزل فيها الجيمر، وجبة صباحية هي الجيمر والعسل والمامونية والجبنة والمامونية. يجوا زبائن من القرى هيك يفطروا، والمحافظات كمان يجوا يفطرون، ننزلهم وجبة غنية بالفيتامينات مثل السمن العربي، هي دسمة وبس يتاكل وهي خفيفة وهي قديمة، ونبعث لغير المحافظات للشام وحلب وطرطوس ولازقية، أي محافظات بسوريا يجون، وما في غير بالقامشلي هاي الجيمر بس. سوق الجيمر والعسل يتوسط مدينة القامشلي، مما أكسبها أهمية للأهالي وزوار المدينة من المغرمين بالثقافات المختلفة والباحثين عن تجربة أكلة الجيمر، التي تتكون من قشطة حليب الجاموس المضاف إليها العسل أو المامونية، لتشكل وجبة أفطار رئيسية لمعظم أهالي القامشلي. ناز سيد، قناة الغد، القامشلي.